ازيكم؟ معاكم ساره سعيد. بقالي كتير ما صورتلكوش، بس صورت اهو. انا مطبقه اكيد باين على شكلي، لبست الجاكيت الجينز والكوفيه الرهيبه على البيجامه، عشان طبعا مش قادره اغير. لو قعدت ادور ساعتين، ساعتين ايه يعني، ببالغ، قعدت ادور ربع ساعه على طرحه عشان البسها، تكون طرحه لكره كده بسرعه، علشان يعني خلاص فاصله يعني. بس طلع في دماغي ان انا هصور دلوقتي. قاعده القعده دي ليها صوره، علشان الموبايل هيفصل شحن 5%، فوصلته بالشاحن، عشان قلت لو ما جت في دماغي ان انا هصور هصور، عشان انا لو كسلت مش هصور. طيب هتتكلمي عن ايه يا ساره بقى النهارده؟ بقى عماله ترغي كده وتحكي لي مشاكلك. انا عملت تصويت على اليوتيوب ان انا بفكر ان انا اقول ذكريات على حلقات كده، ففي نسبه 77 او 75% قالوا لي قولي يا ساره، وفي 11% قالوا لي لا، وفي 11% تانية قالوا لي روحي نام. فانا بقول لهم اللي هم قالوا روحي نامي ولا إيه، انتوا هتنفذوا من اللي انا هقوله، واللي هم وافقوا 75% ده انتوا جبتوا لنفسكم واستحملوا اللي هتسمعوه. يلا بينا. بما ان انا الصبح الساعه 6 الصبح، فهو الفكره الفيديو النهارده هيتكلم مع هيتكلم على انا هبدا اهنج هيتكلم على ذكرياتي مع عربيه الفول. طبعا اي حد بينزل شغل الصبح وهيقف يستنى مواصلات، فبيلاقي عربية الفول الرهيبة اللي هي بتبدأ من 6 الصبح وخمسة الفجر كده، اللي ايه صح تشتغل الصبح بقى، الناس والشباب بقى بيخشوا يفطروا عليها قبل ما يروحوا شغلهم. طيب يعني ايه اللي يخصك الصلاة في الموضوع ده؟ انا هقول لكم. انا شفت النهاردة على الفيس كده قبل ما انام، عشان كنت هنام اصلا، شفت عربية فول، افتكرت ذكرياتي وحياة ربنا كلها، فقلت لازم اطلع اقولها لكم وانا لسه فاكراها كده، علشان ايه ابقى يعني متحمسة ماشي. ايه بقى اللي حصل؟ اول ما عرفتي اول مرة في حياتي اقعد على عربية فول، اوقف على عربية فول، كنت في تالتة اعدادي او اولى سنة، وكان بابايا الله يرحمه هو اللي عرفني عليها. المهم بقى ايه، جاء قال لي ايه سارة احنا نازلين نتسحر انا واخوك على عربية فول. عربية فول اسمها ويمبي في امبابة، دي مشهورة قوي، لو انت من امبابة هتعرف عربية ويمبي، يعني ده عربية كده في شارع الوحدة ليها يونيفورم وعربية محترمة، يعني مش اي حد بيقف عليها. المهم قلت له عربية فول؟ لا طبعا بابا، بقول لك ايه مش جاية. قال لي يا بنت، قلت له ايه انا اقعد في الشارع ازاي اصلا، والناس اللي رايحة واللي جاية يتفرجوا عليا اصلا يا بابا، يعني فهمني. بتكلم بجد بقى، كنت طالعة فيها قوي ساعتها. فراح بابا قال لي براحتك، مش عايزه تيجي ما تجيش، بس انت لو ما جيتيش هزعل منك، جربي، ولو انت ما عجبكيش هجيب لك اي سندوتشين كده شاورما ولا حاجه وهاكلهم. قلت له ماشي، انا نازله بقى سندوتشات الشاورما. المهم بقى قعدت انا واخويا وبابايا على دكه خشب كده في الممر بتاع عربيه الفول، وناس كتيره بقى هيتسحروا، الرغيف عيش بتتحدف كده، يعني ايه كل واحد قدامه خمسه سته كده، الراجل ما بيعدش، وحاطط طبق بصل بالخل كده وعليه شويه ملح كده رهيب، وايه بقى وحاطط بقى ايه الفول بينزل اخر حاجه، يعني هو لسه بيحط لك مثلا الاطباق اللي هي ايه الاولى كده زي المطاعم، يعني هو ماشي بسيستم. المهم ايه، طيب ماشي انا هصبر. انا طبعا انا عامله الكاميرا الاماميه عشان لما الطرحه تبوظ اخلي بالي، لان انا كنت عامله الكاميرا الخلفيه، انا مش مركزه ان انا اظبط الكاميرا، فممكن تلاقي شعري واقف وانا مش واخده بالي والفيديو هيتلغي، فنخلي بالنا واحده واحده كده. نكمل بقى عربيه الفول. المهم بقى اللي حصل ايه، ان انا الفول نزل وخلاص، البصل والبتنجان والسلطه وميه السلطه والعيش، بابا بدا ياكل، انا قلت هاكل عشان ما ازعلش ابويا، يعني لازم ارضى لازم ارضى ابويا، رضا الاب ورضا الام ده حاجه مش هنتكلم فيها، فلازم ارضيه، فهاكل هاكل وخلاص ونشوف الحوار ايه. المهم اكلت اول لقمه تمام، اول ما اكلتها ومع البصلايه حسيت ان انا دماغي ضربت كده، حسيت باحساس رهيب. طب تاني لقمه، تالت لقمه، تالت رغيف، رابع رغيف، ابويا انا خلصت العيش من قدامه وهو ما اكلش، ولا هو ولا اخويا. طب بابا قال لي يا ريتني في ثانيه، قال لي يا ريتني ما قعدتك على العربيه، يا ريتني ما قعدتك، انت خربتي بيتي، انت داخله على تالت طبق فوق. يعني قعدت ساكته كده اضحك، اكتشفت في نفسي ان انا خلاص هبقى راجعه عند عربيات الفول، فخلاص بقى كل ما اعدي اقوم رايحه للراجل اعمل لي طبق فول كده وحط لي عليه زيت، بس مش زيت حار عشان مش بحب الحراق،
وطبق المخلل، واهم حاجه المخلل والبصل، واطلع لماما، راجع من المدرسه اعدي عليه اكل واطلع لماما، هكذا بقى. ابويا مات وخلاص، كبرت رحت الجامعه، اتلهيت في الدنيا، نزلت شغل، كنت بنزل اشتغل بستنى الباص بتاعي في ميدان لبنان، في عربية فول بتقف في ميدان لبنان الساعة 7 الصبح، من أول 7 الصبح. طبعا أنا الباص كان بيجي ياخدني الساعة 8، كنت أنا ساعات ببقى نشيطة شوية أقوم صاحية، مثلا الباص بيجي الساعة 8 أصحى الساعة 7:30، ما بلحقش ولا أفطر ولا أخد فطار. طبعا ساعات بيبقى في آخر الشهر مستحيل هجيب حاجة من الكافيتيريا بتاعة الشغل، عشان دي معناها إن أنا هروح ماشي. المهم طبعا أنا كنت بشتغل في شركة محترمة، يعني كان ليا برستيجي، احترامي قدام الناس وبحترم الناس كل الكلام ده. المهم يحصل ايه، كانت الباص مثلا بيقف يستناني، وكل اللي كل زمايلي اللي هيعدوا يركبوا الباص لازم يعدوا من على عربية الفول. انا بقى كنت بعمل ايه، ما بجيبش الفول وامشي، كنت ساعات باخده وامشي، بس يعني ايه ببقى نفسي اقف، فقلت انا ما اقفش ليه. بعدها باسبوع الراجل بيقول لي عايزه 2 فول، كانوا شقين اسمها شق رغيف، نص رغيف كده، ويتحط فيه شويه فول على طحينه على سلطه وكلي احسن حاجه. المهم انا جيت قلت له ايه، لا انا هقف على العربيه اكل. وقفت طبعا في وسط الناس، خدت حاجتي، كنت فرحانه قوي عشان الراجل ما بيعدش عليا العيش، انا باكل عيش ببلاش، هاكل 10 ترغيفه بالطبق الفول ده عادي. فطبعا انا كسبانه يا جماعه، وازازه بيبسي بقى معاها الموضوع يخلص. المهم يحصل ايه بقى، انا قاعده باكل كده اهو، واقفه بقى باكل بقى، هات يا معلم الفحل البصل ده، وبص بقى ايه الحياه واخداني، ولقيت مديري معدي قدامي علشان ايه هيركب الباص، والباص لسه ما جاش بس هو واقف استنى في المحطه بتاعتنا. انا بقى رحت وطيت كده اهو، وطيت خالص، استخبيت تحت العربيه، العربيه بيبقى فيها اللي هو الدرج اللي بيحط عليه الاكل ده، انا وطيت كده فضلت ساكته. الراجل بيقول لي في ايه في ايه، مفيش حاجه، بصريه وقعت مني تحت، وقعدت موطيه لحد لما مشي شويه بقى، لقيت بقى بدات تندع زمايلي. طبعا قعدت اوطي اوطي اوطي، طبعا مش عشان انا مكسوفه من عبيد الفول، لا عشان يقولوا لي اكلينا، انا اصلا اخر الشهر ما نفسهم تتفتح على الحاجه، فانا مش عايزه اعمل اعلان للراجل. بس هما بعد كده اكتشفوا ان انا باكل من عبيد الفول، علشان لقوني مره التانية التالتة بجيب سندوتشات فول، وانا يعني هو الباص مثلا واقف هنا، هما يلاقوني واقفه في حته تانية بجيب حاجه وماشيه، اكيد مش هجيب سندوتشات شاورما الصبح، معدتي ما تنفعش، هو الفول والجبنه بالطماطم هي الحاجات دي اللي، والطعميه هي الحاجات دي بتاعت الصبح طبعا. ف هي دي ذكرياتي مع عربيه الفول، وانا حاليا محرومه من الحاجه دي قوي، لان انا عايشه دلوقتي في المنصوره، انا لسه ما اكتشفتش عربيه فول اروح اكل منها زي اللي انا كنت بستنى فيها في ميدان لبنان دي، او في مبابه في شارع الوحده اللي هي ويمبي دي. قبل كده جربت واحد بس ما عندوش عربيه فول، فما اتمزجتش، انا عايزه اقف على عربيه الفول واكل تاني من اول وجديد، لاني يعني ياما برضو كلت حواوشي في الشارع. يعني اول ما اتخطبت خطيبي بيقول لي عايزين في اي مطعم، تقول مطعم ايه يا معلم، تعالى بس كده وانا هجيب لك حاجات جميله. كنا بنروح شبرا، دوران شبرا كان في واحد بيعمل حواوشي اسكندراني، اسكندراني ده اللي هو بيعجن العجينه ويحط اللحمه فيها وتستوي بقى مع نفسها، وكده يضرب كده نصين ويجيب لي شويه مخلل جزر كده هو اللي بيخلله، كان رهيب. وبروح بقى عند واحده اسمها منى برضو في دوران شبرا في شارع خلوصي، كانت اسمها منى، دي مشهورة جدا، حتى تلدجتين بيبسي كده، كنت بقعد بقى اشرب، يا كنت احلى حاجة في حياتي ان انا اجيب سندوتش الحواوشي ده يكون لسه سخن مولع، كان ب3 جنيه. الراجل ده قفل، كان قدام سنتر الاهرام، الشبراوية عارفين وبتوع بابا عارفين الكلام اللي انا بتكلم فيه ده. طبعا ده ما بيدلش ان انا انسانه اي كلام، يعني ان انا باكل بقى فول حاجات مش شايفه، لا ده بيدل ان انا بفهم في الذوق الراقي، ان انا عادي. على فكره انا ممكن قبل كده كنت صاحبتي غاويه تاكل من ماكدونالدز، وانا مش عايزه اكل ماكدونالدز، انا اصلا ما بحبش البرجر بتاع ماكدونالدز، انا مش عارفه ليه بجد، يعني باكل ايس كريم يعني، بس البرجر بتاع ماكدونالدز ده ماليش فيه. قبل كده بقى قالت لي عايزه اكل ماكدونالدز مش عارفه، قلت لها ماشي يعني اكيد مش انا وهي مش هنمشي ونسيبها، لا رحت بقى جبت سندوتشين طعميه من عند جانت ودخلت ماكدونالدز اكلتهم، الناس كلها شمت ريحه السندوتش الطعميه ومحدش شم ريحه البرجر يعني. والراجل بيقول لحضرتك بتاكل ايه، قلت له باكل البرجر،
قال لي طعميه ما خدتش بالي، اصل هما الاتنين مدورين ما خدتش بالي بجد بتاع، وكنت هطرد من المحل ما دخلتوش تاني اصلا. هي دي ذكرياتي مع عربية الفول. فحاولي ان انت تبسطي نفسك بأبسط الامور، يعني نفسك تاكلي على عربية فول، اقفي اقفي كلي على عربية فول، ما تتكسفيش من اي حاجة، عشان دي مش حاجة تكسب، دي حاجة تفرحك. وابسط حاجة هي يعني احلى حاجة هي ابسط حاجة. انا بركز في الكلام. بس هذه اول حاجة في ذكرياتي، يعني كنت يعني بس كده. وهخش انام بقى، تصبحوا على خير، ولو عجبكم الحاجة دي قولولي وانا هكمل بقية ذكرياتي. في ذكريات كتيرة قوي ايه فجأة بتهب في دماغي وبحكيها، حاجات حلوة وحاجات وحشة. انتوا بقى انتوا ونصيبكم، استحملوا. انتوا اللي قلتولي احكي يا سارة ذكرياتك، افتكرتوها ذكريات نفرتيتي او حاجة. اقول لكم ايه بقى، انا بفتكر في حاجات كده بفتكرها في حياتي بضحك. مش مهم بقى تعرفوا تفاصيل كل حاجة كده، يعني خلوا كده الحاجة بوقتها. وباي باي.